من ساحه لا ريبيبليك احييكم واحيي جميع محبين الوطنيين الملك ملكنا الصحراء صحراؤنا الملك ملكنا الصحراء صحراؤنا الملك ملكنا الصحراء صحراؤنا الملك ملكنا الصحراء صحراؤنا والملك 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 ملكنا 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 والملك شرفيا من دائرة الجغرافية والملك ملكنا والملك ملكنا من هذا المنبر تمنينا لو تكون معنا الأخت نقيبة اليوتيوب للا نعيمة ولكن مع الأسف الشديد رغم عدم الحضور ديال جميع اليوتيوبرز فنعلم أن قلوبكم معنا يدكم ويدنا يد واحدة أجسامكم وأجسامنا أجسام واحدة عقولكم وعقولنا أرواحكم وأرواحنا ولهذا نحن نمثلكم من باريس تحت شعار الدائم الدائم وأبدا الله الوطن الملك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم الحاج أجنان عبد الإله نائب رئيس الجمعية الملكية لمغاربة العالم. هذا الفيديو هو عبارة عن رسالة لسياسة التمويه والمغالطات اللي كتاخذها اللي كتاخذها السلطات الجزائرية والإعلام الجزائري باش يغلطوا الناس علاش باش يغطيو على ما يسمى بالسلام الاجتماعي عندهم أو ما يسمى بتلك البراكين المستعدة للانفجار. احنا مع كل احتراماتنا للشعب الجزائري الشقيق، الشعب اللي عندنا روابط كتجمعنا فيما بيننا، روابط القرابة، روابط الدم وروابط الجورة، ولكن مع الأسف الشديد في العشر السنوات الأخيرة زاد الحقد وزادت الضغينة والحسد تجاه المملكة المغربية من قبل هذه الطائفة المزعومة، الطائفة التي تحكم الجزائر. مع الأسف الشديد هذا ما يزيدنا إلا حبا في ملكنا وتشبتا بمملكتنا
النهوض ووضع يد في يد مع السياسة الرشيدة والسياسة الحكيمة اللي يأخذها صاحب الجلالة نصره الله. وخير دليل على هذا التقدم والازدهار اللي ماشي فيه المغرب الحمد لله خلال هذه العشر سنوات ديال الحكم ديالو. وكنشكرهم من هذا المنبر، يعني رد الفعل ديالكم ما زادنا إلا قوة مع قوة، والحمد لله رب العالمين. نحن خرجنا بهذا البيان على أساس باش نقولوا لخوتنا الجزائريين، الشعب الجزائري الشقيق، نوضوا فيقوا وعيقوا على أن هذه المجموعة القليلة أو الشرذمة اللي كتحكم الجزائر واللي كتتموه بمغالطات خطيرة جدا. علاش؟ لأجل باش تسكت ما يسمى بهذا السلام الاجتماعي عندكم. ولكن احنا كان نقول لكم قلبا وقلبا، كملوا في المسيرة ديالكم النضالية باش تمتعوا بالحريات ديالكم، وتحاولوا أنكم تخرجوا من هذا المستنقع ديال هذا البركان اللي سوف ينفجر يوما من الأيام. والحمد لله رب العالمين، الرسالة راه واضحة، كفانا من التمويه وكفانا من المغالطات، وهذا الشيء ديالكم ما سوف يزيدنا إلا حبا في وطننا وحبا في ملكنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتدى السؤدد وحما، منتدى وحما، عشت في الأوطان للعلا عنوان، فيك كل جمال، فيك كل إنسان، بالروح بالجسد محببتان، لف هناك في فمي وفي دمي وكثر الوراق، إخوتي هيا للعلا سعيا، نوشد الدنيا أننا نحيا في شعب الله الوطن الملك. عودوا عودوا.